يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين في صلاة الجمعة في خارج هذه البلاد يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع أثناء الخطبة، فهل هذا الفعل مباح؟ هذا بدعة ومنهي عن رفع الصوت وقت الخطبة، يجب الإنصات، وإذا مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه سرا ولا ترفع صوتك بحيث يسمعك من بجانبك. نعم.